يوم أتى جوابي لك نعم هناك على طول. كل ما قدمتموه هو أملنا جميعا، وكل ما قدمتموه هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه. بأفكاركم، بعقولكم، بحماسكم، بقدرتكم وبشبابكم سوف نصل إن شاء الله إلى تحقيقها جميعا إن شاء الله. ولوسائل الإعلام أنها منحت جائزة مكة للتميز الاقتصادي لمنتدى جدة الاقتصادي. إن شاء الله تتحقق أحلامكم في خدمة مواطني هذه المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.